ديلي افضل على مدخل شارع محمد محمود، ممنوع دخول للاخوان اللي ضربونا الضرب. ده اللي مكتوب عليها؟ يسكت حكم المشكلة. بكام دي يا ريس؟ 200 جنيه. عبر عنها. عبر عن رايك قبل ما تخش تتضرب جوه بالطوب. يا اسكت. اول الطوبه ما تيجي عليك وتلاقي المرشد انا عاود تاني. يا اسكت حكم المرشد ب 2 جنيه. يا اسكت شفت بيضرب فين؟ شفت بيضرب فين؟ بقول لك ما يحرقش. لا مش بيضرب فين؟ مش هيحرق في الجامعة، مش هيحرق في الجامعة. هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ مش هنمشي اللي في الاخر، معلش بس انت فين فين الامة اكتر من كده مالهاش حق. انا هكلمه بالله. بص هقول له بقى دلوقتي انت قلت لي ان هو بتوع الامن فوق بيحدفوا كل شويه حاجات، حدفوا كل عفش في المدرسه اصلا. المدرسه ولا ولا ايه؟ لا مفيش. دي عساكر الامن المركزي موجوده في مدرسه الليسيه وقاعده بترمي علينا، موجودين في اخر دور اهم، بس هما بعيد مش طالعين قوي في الكاميرا. قوات الامن واقفه في اخر دور وقاعدين يحدفوا علينا طوب ويحدفوا علينا غاز من فوق في اخر دور في مدرسه الليسيه، وبيضربوا خرطوش كمان. مفيش حاجه اتغيرت. لا ورموا الكبانيهات وكل العفش اللي فوق في المدرسه. اجهزه الكمبيوتر وكله. شاف الدنيا قدامه. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. عندي الشباك. هتقول ابن المحتاجه ده. خطبه ولا ايه؟ خطبه ولا ايه؟ اهو ده.
بيضرب غاز دلوقتي، الغاز وصل ميدان التحرير، بيضربه من شارع محمد محمود. ريحة الغاز وصل لحد هنا. كبيرة دي.